ميدي آن خديجة صباح الخير. صباح الخير لكم مجددا مستمعينا، وألف ألف مرحبا بكل من ضم لنا في هذه اللحظات لصباح الخير والفقرة الثالثة والتي سنخصصها لتشقق القدمين، أي علاج طبيعي لهما؟ في الحقيقة مستمعينا العديد من النساء كيعانيوا من هالتشقق دي القدمين، وتالي كيتسائلوا شنو هو الحل، شنو هي الوصفات ربما الطبيعية، لأن غادي نلقاو أنهم جربوا مجموعة من الأدوية، مجموعة من الكريمات أو المرهمات، لكن ما عطاوش نتيجة، كيرجع داك التشقق ربما لأسباب لا ندري شنو هي، ولكن كيتسألوا واش كاين وصفة طبيعية ممكنة ومتاحة لهاد المشكلة وتفاداو هاد التشقق ديال القدمين. طبيعة الحال هاد الأسئلة غادي تجاوب عليها مختصة في المجال، الأستاذة فاطمة الزهراء زرورة، حاصلة على ماستر في الأعشاب الطبية والعطرية، مصنعة مواد تجميل ومنتجات الأعشاب والعطور. صباح الخير أستاذة فاطمة الزهراء. صباح الخير لله خديجة، وصباح الخير وصباح النور وصباح التيسير وصباح الفل والريحان والطاقة الإيجابية كلها معك لله خديجة، ومع ميديا ومع المستمعين والمتابعين ديال البرنامج ديالك لله خديجة. شكرا شكرا على هذه الطاقة الإيجابية الصباحية، شكرا جزيلا لك. سيدة فاطمة الزهراء، يعني كما قلت كاين بعض النساء كيعانيوا من التشقق ديال القدمين، كاين أسباب طبيعة الحال، ما كاينش العناية يعني اوتوماتيك كما كنمشيو كنقولوا ما كاينش العنايه، ما كيهتموش بالقدمين ديالهم وكيحصل هذا النوع من التشقق، ولكن ربما تقدر تكون اسباب اخرى، يقدر يكون عندهم الجلد او البشره ديالهم حساسه جدا، يعني رطبه بزاف كتعرض لهذا ربما التلوث، كتعرض للهواء، كتعرض عده اشياء الاعتبارات اخرى، وكيكونوا اسهل انهم يتصابوا بهذا ديال التشقق. انطلاقا من التجربه ديالك، لانك تصنع هذه المواد ديال التجميل وكتساعد النساء على أنهم يتفادوا هذه المشكلة ديال تشقق القدمين، بطبيعة الحال كتعرف شنو هي الأسباب، شنو هي الأسباب اللي يمكن تخلي السيدة تعرض لهذا التشقق ديال القدمين؟ تماما لاله خديجة، واليوم هاد الحلقة غتكون جميلة بزاف، لأن حنا تنعرفوا العناية بالقدمين وجمالية القدمين هي متاحة عند كل سيدة مغربية وتتكون العناية كاملة، ولكن كيكون بعض الظروف أو بعض المرات كيكون دوك التشققات اللي كتعيب لنا ديك الجمالية ديال الرجل، وبالتالي هناك أسباب. إذا من ضمن هاد الأسباب لاله خديجة اللي كتجعل لنا أن دوك التشققات يكونوا في الرجلين، هما كاين بزاف ديال الأسباب غنذكروا منهم بعضهم. اولا دائما حنا تمشيو اشنا هو داك الفصل اللي كيكون فيه داك الجفاف ديال البشره، وحنا غالبا في هذا الفصل ديال الشتاء وهذا الوقت هذا من البرد، وكتكون الجريحه وكيكون قله الترطيب في البشره كتؤدي لنا الى جفاف البشره كلها وخاصه القدمين، كتكون تشققات، كتنوض واحد القشره كتبغي تقشرها السيده ولا السيد، وهذا من عامل من عوامل الاسباب ديال هاد لا سيزون، هاد الوقت هذا. كاين كذلك عامل ترطيب اللي ما تيكونش في هذا الوقت هذا، او لا خاصه في البشره اللي هي جافه والقدمين اللي فيهم تشققات، ما كاينش ديك العنايه التامه بالترطيب. كاين عامل اخر اللي هو الجفاف ديال البشره، وكاين عامل اخر وكثير عند السيدات اللي هو قله الزنك او لا نقص ماده الزنك في الذات، حتى هذا كيأثر بشكل كبير، وخاصه كيمشي للرجلين، هو دغيا كيقيس الرجلين وبالتالي كيعطينا ديك التشققات وديك القشره النايضه، وكتولي السيده ملي غير كتجلس كتحس بان رجلها تجرات لها القشره ولا تجرحات، او لا الا لبست غير الجوارب ديالها كتحس بان ديك التكريجه او ديك الخشونه ديال القدم كاينه في داخل الجورب. كذلك حتى الوقوف لفترات طويلة حتى هي كتسبب لنا في تشققات ديال القدمين، خاصة القدمين. وما ننساش لاله خديجة واحد العامل أساسي حتى هو تيخيب لنا ديك الجمالية ديال البشرة، اللي هي إلا كانت زيادة في الوزن أو السمنة تيكون تطيح سبحان الله العظيم ديك كنسميوها احنا بالوسادة الدهنية،
كتولي كتأثر على الكعبين أو بالتالي كيولي واحد الجرح واحد الشرج عميق داخل القدم. وهنا خاص السيدة أو السيد ينتبه لهذه الأشياء هذه. كيكون ترطيب وكيكون ولكن مع زيادة الوزن السمنة هي كتؤدي مباشرة لتشقق القدمين وبالتالي كتعيب لنا جمالية ديال ديك القدمين. احنا ذكرنا غير بعض الأسباب. نعم غير هذه الأسباب ولكن هذه الأسباب هي الكبيرة. قلة الظن كنا والجفاف ديال البشرة وخاصة احنا في هاد لا سيزون هذه. إذا عندها علاقة هاد المشكلة ليس فقط بعدم العناية والاهتمام أو مثلا الترطيب ولكن حتى التغذية ياك. تماما لاله خديجه. راه حنا الا قلنا ذكرنا هذه الاسباب قلنا الا ما كاينش السيده غتكون عندها متوفر عندها الحمد لله ما عندها حتى شي اعراض داخليه وما تتعاني حتى حاجه ولكن عندها جفاف في البشره. هنا تنقولوا غير ما عطاتهاش واحد العنايه الكامله وتديها فيها اكيد غادي تعطيها نتائج. ولكن ملي تنهضروا على قله الزنك مثلا في الجسم راه مباشره هذاك الزنك سبحان الله كيمشي كيعطينا مشاكل في جفاف القدمين. هما الاولين كيتاثروا اليدين وخاصه القدمين كيولي عندهم واحد التشققات الجفاف وواحد الشقوق واسعه تتظهر على خاصه على القدم التحتانيه ديال الرجل. اذا هنايا حتى تنهضروا حتى على المسائل المغذيه او التغذيه الطبيعيه. الا شفت السيده راسها ان هي عندها قلة الزنك فرات باشر مباشرة خاصة تأخذ الزنك ديالها. والزنك راه عندنا في عدة مسائل طبيعية الحمد لله كاين متوفر عندنا في البيوت ديالنا. كاين في الفواكه الجافة كاين في الفواكه وكاين خاصة في المعدنوس الحمد لله والبسباس. هادو خاص توفر هاد لي صالاد خاصهم يكونوا عندنا داخل المطابخ ديالنا وفي لي صالاد ديالنا اليومية باش نوفر. وشرب الماء أيضا فاطمة الزهراء حتى شرب الماء يعني ليس فقط القدمين وإنما البشرة يعني الجسم كامل. إذا ما كانش كتاخد واحد القدر واحد المنسوب كبير وعالي من المياه يعني كتصاب بواحد الجفاف. ونعم واحد الجفاف والقدم يعني القدمين ربما ذاك الجفاف كيعطيها التشققات. يعني هذه مسألة هي اديني مساله اللي هي ننظروا لها بعين الاعتبار. صح نعم. صح لاله خديجه لان شرب المياه الكافيه في اليوم سبحان الله العظيم تزيد كتساعدنا على ديك لي تريطو اللي تناخذو. اكيد كنساعدوا راسنا بالشرب المياه الكافيه في اليوم. وحنا في هذا الفصل سبحان الله ما تنتبهوش الكميه ديال الماء ما تتشربش بوفره. حنا عندنا مستنسي غير كنشربوا غير في الصيف وفوق ملي كيجي البرد ما كنهضرش على كل شيء. ولكن كاين بعض الناس سبحان الله ما عندهمش الشهيه باش يشربوا داك الماء وبالتالي كتكون عندنا اعراض جفاف في اليدين وفي الوجه وفي الشعر وحتى القدمين بكثره اللي هي كتصاب في هذا الوقت هذا. اولا بعدم شرب المياه الكافيه كتعطينا ديك الخشونه ديال القدمين. هنا ذكرت هذه الاسباب لاله خديجه منها الزنق ومنها الترطيب ومنها عامل ديال الجفاف ديال البشره ومنها خاصه السمنه الزائده حتى هي كتاثر لنا على العامل ديال تشقق القدمين. هذه كلها اسباب خصنا ناخذوها بعين الاعتبار وخاصه في القدمين لان القدمين حنا قلنا راه عندنا جماليه المراه هي جماليه القدمين ديالها وكيخص يكونوا نقيقين وزويلين وعندهم تظهر عليهم واحد الاحمرار زوين. وهذا الشيء كل شيء حنا راه تيكون عندنا داخل تعاونيه انت تجي المراه تنشرحوا لها كل شيء ما تنشرحوش لها فقط غير على الشعر او لا على الوجه ولكن كنعطيوها العنايه الكامله بالوصفات الطبيعيه وخاصه الرجلين في هذا الوقت هذا. غادي ندخلوا الوصفات بطبيعة الحال الناس متشوقين أنهم يعرفوا هذه الوصفات الطبيعية الحل ديال هذا التشقق القدمين. أكيد مواد اللي هي في المتناول ديالهم طبيعية ما فيهاش مواد كيماوية. نبدأ بالوصفات. شنو المراحل اللي يمكن أن المرأة تتبعها باش تخلص من هذا التشقق الجفاف والتشقق؟ صح نعم. اوكي لاله خديجه عندنا دائما حنا ملي تنقولوا خاصه ندخلوا المقشرات وندخلوا الترطيب العميق كيخصنا ضروري نكون واحد النظافه. هذاك العميل ديال النظافه كيخصو يكون في الرجلين. اولا الا بغيت نباشر بالتقشير ضروري خصني نرطب رجلاتي هو الاول فواحد البانيو ديال الماء يكون فيه واحد المعلقه ديال الملح واحد المكيطه ديال خل التفاح ونغطس رجلاتي تما كنخليهم حتى يفزاك داك القشور اللي هما يابسين اولا داك التشقق اللي هو يابس. فوا تكون هذاك واحد من الساعه تقريبا ل 20 دقيقه تنرفع رجليا
من البانيو كنشف رجليا مزيان مزيان، وهنا كنكون حاطه حدايا واحد المقشر طبيعي وزوين بزاف. ليه هو فيه هذا المقشر؟ غادي ندخل فيه سكر حبيبات وفيه دقيق الارز. عندنا الرز موجود في الدار ديالنا، نطحن واحد شويه ديال الرز، ماشي نطحنو حتى يولي بودره، ولكن نخليه شويه غير بحال غادي نقول نفرش شويه. هذاك دقيق الارز غادي نشدو معاه حبيبات السكر وقليل من خل التفاح وقطرات من العسل. هذا المقشر الاول. اذا فيه مقشر المقشر الاول. اها المقشر الاول. علاش ذكرنا السكر حبيبات والارز؟ الارز هو يعني السكر حبيبات ديك الخشونه ديالو كتساعد على انه يتخلص من ديك القشور اللي كاين على تماما. انا لا خديجه ومضاف ليه الارز. الارز هو داخل فيه الترطيب، فيه لاميلاني، فيه الترطيب وفيه سبحان الله العظيم تبييض. داخل فيه جوج ديال الحويجات، كيكون فيه الترطيب وفي نفس الوقت فيه التبييض. التبييض يعني كنتخلص من هذه الاسمرار ومن هذيك القشور الكحله اللي تحت من القدم ديالنا. خل التفاح حتى هو مطهر ومنقي بامتياز، وبالتالي تعطينا حتى واحد العامل ديال الترطيب على الرجل. كذلك العسل حتى هو تيدخل في المقشرات الطبيعيه وعنده دور مهم جدا في الترطيب، وحتى تعطينا واحد الاشراقه على البشره ديالنا. اذا منين غادي ندير دقيق الارز، حبوبات السكر وخل التفاح وعسيله، كنشد هذاك الخليط كله تيولي عندي بحال شكل ديال امباد، وتنشدو تنديرو على رجلاتي اللي انا ضيجه درتهم في المدافي وفركتهم واحد شويه بديك الحته غير نزولو ديك القشره الفوقانيه. من بعد كندير هاد الطبقه سميكه على الرجل ديالي كلها من القدم ومن الفوق من جهه صبعاني كل شيء. اشنو كندير هنا؟ كنحط حدايا بلاستيكات اللي نقدر ندخل فيهم رجليا، وتخلي السيده مرتاحه واحد ربع ساعه 15 دقيقه 21 دقيقه، ومن بعد كنحيدوا ديك البلاستيك وكتبدا تقشير السيده غير بشويه عليها بشويه بلاتي هي احسن. ومن بعد كتغسل الرجل. اها غسل هذا الرجل اللي كتغسل، عاد كندوزو للترطيب. نعم حنا بغيت نمشي معكم للتقشير لاله خديجه، نعطيو ثلاثه، نعطيو جوج ديال المقشرات مهمين زوينين ولا ثلاثه. ممتاز. ومن بعد هذا الترطيب هو اللي غادي يكون دائما مرافق لهذا التقشير. وهذا المقشر اللي هو فيه انواع، يعني جوج ولا ثلاثه ديال المقشرات اللي غادي تعطينا، واش هي يعني كلهم الناس يستعملوه، اولا كل مقشر حسب يعني النوع ديال لابو مثلا، اولا البشره تقدر تكون حساسه، البشره تقدر تكون عاديه، لا ادري يعني ربما شنو اللي خلاك انك تعطي ثلاثه ديال المقشرات؟ مزيان، هذا سؤال مهم لاله خديجه، الله يجازيك بالخير. علاش عطيت هاد ثلاثه المقشرات في جميع انواع البشره؟ كنعرفوا حنا الرجل هي لابو ديالها خشينه عند جميع النساء وعند جميع الرجال. كاين بعض الناس اللي عندهم فطريات، غنقول الناس اللي عندهم الفطريات، الناس اللي عندهم الفطريات هاد المقشرات اللي غنعطي مهم لهم جدا بزاف، ما عندهم حتى شي اضرار جانبيه. بالعكس خل التفاح هو معالج للفطريات. الليمون، الا هضرت على الليمون الحامض كيتوفر على واحد لاسيد سيتريك اللي مهم بزاف للفطريات، وديك السيبانه اللي كتكون بين الصبعان. الا هضرت على البيكربونات دو صوديوم حتى هي كتوفر على واحد تتكون داخله في العلاجات وتدخل في المراهين ديال ان الا كانت الصدفيه ولا كانت الاكزيما حتى هي كتدخل. اذا كلها هذه مقشرات كتجي على جميع انواع التشققات ديال الرجلين او جميع انواع البشرات اللي عندهم تشققات ديال الرجلين. نعم. اذا منين قلت المقشر الاول سالينا منه غيكونوا النساء ديال المستمعين ديالنا كتبوه، غادي ندوزوا الليمون الحامض اللي قلنا هو تيتوفر على واحد الماده ديال لاسيد سيتريك مزيانه مهمه بزاف اللي تتعزز عمليه التقشير على الخشونه ديال شحال من شحال كم الكميه للكميه؟ ناخذوا غير نص كاس ديال الليمون حامض. اها معصر. اها عصير ديال عصير تماما. وغادي ناخذوا شتي قبل ما تعصر السيده الليمون الحامضه تبشرها تحكها البشر ديالها حتى هو تضيفو حتى هو نحتاجو تماما. تماما لاله خديجه. وغادي نعصر هذيك الليمونه الحامضه، غادي تعطي كاين كل ليمونه كيفاش كاينه اللي كتعطي كثير. المهم الاساس عندنا هو نص كاس ديال الليمون حامض، وعندنا حبيبه السكر، وعندنا زيت الزيتون. نعم
هذا مقشر طبيعي زوين بزاف. حبوب السكر كنعرفهم تيساعدون على التقشير والتخلص من ديك القشره الزائده او اللحم اللي زايد فوق من الرجلين ديالنا. الحامض كيعطينا واحد الترطيب وكيساعد نتخلص من هذيك الماده القشريه، وبالتالي كيسد ليا واحد شويه ديال المسامات الواسعه اللي داخل في القدمين. كذلك ومثال زيت الزيتون عنده عامل ديال الترطيب والتخلص من الاسويدات. اذا دخلت على الليمون وسكر حبيبات وزيت الزيتون مقشر متناول ديال السيده، يعني كل شيء تشوف المطبخ ديالها طبعا ديال. اذا كنبزوا هاد المواد هادي وغادي نقشروا بها القدم، يعني شحال المده ديال تقشير مثلا يوميا ام مره في الاسبوع ولا كيفاش اولا حسب نعم على حسب هذيك الخشونه ديال الرجلين. صافي الرجلين راه كاينه السيده اللي كتعاني لاله خديجه من تشقق الراس، كتدخل واحد الجرح عميق تيدخل، هذا كيخص التقشير بعدا بديك ديك اللي تنقولوا حكاكه القدام خصها تحكها تحكم مزيان، عاد من بعد كتطرق لهاد المقشرات باش. اذا هذه هي المرحله الاولى يعني تيتحكوا بديك الحكاكه ضروري من ما يتحكوا يزول داك القشر الحكاكي. وهاد يعني هاد الحكاكه راه كاينه في كتباع جاهزه، يعني ماشي تقليديه على ما اعتقد، ياك هذه جاهزه؟ هي الحكاكه الجاهزه اللي كاينه في لي بارافارماسي وكاينه عند موالي العطارين كاينه الحمد لله، وهذيك مزيانه بزاف بشوي. انا بغيت نشير لواحد النقطه اللي هي مهمه، ملي تجي السيده تحك رجليها ما تورقش بداك الجهد اللي عطاها الله وتنزل على القدم ديالها وعلى الكعب ديالها، ربما تجرحوا. لا علاش؟ انا عطيت داك الترطيب في الاول في الماء في البانيو حتى تطب الرجل مزيان وتهز ديك القشره الفوقانيه وبشويه عليها، راه سبحان الله راه غادي تزول في ساعه وغيبان غير شي تشققات صغيره اللي غادي يبانوا. نعم. ما عليناش، وداك الساعه كدوز لها التقشير هذا. احنا منين قلنا التقشير ديال الارز راه هضرنا عليه، دابا الحامض الليمون مع السكر ومع الزيتون تماما بحالو بحال التقشير الاولاني. كنديروا نخليه هذا كاع الا بغات تخليه السيده حتى ساعه ماشي مشكل، ممتاز ما عنده حتى شي اضرار جانبيه، بالعكس غادي حيت العامل ديال زيت الزيتون تيدخل ليا في الترطيب، كل ما استفدت من هذاك زيت الزيتون وديك لاسيد سيتريك اللي كاينه في الحامض كل ما احسن ومزيان بزاف. وداك الساعه تقشر عادي وغادي ندوزو ديك الساعه نشوفوا العمليه ديال الترطيب كيفاش كتكون. ممتاز. وهذا التقشير تيكون على حسب قلنا يا اما يوميا يا اما نهاريه ونهار لا، اللي عندها الجفاف بزاف يوميا نهاريه ونهار لا، نهاريه ونهار لا باش نخلي ديك الرجل ترتاح. اما اللي عندها غير مره كتحس بيه راه تقدر ديرو مره في الاسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع. ممتاز. على حسب داك البشره اللي هي توضع هذا البلانينغ، توضع هذا البلانينغ على حسب التشقق ديالها والحده ديال الجفاف ديال الرجله. ممتاز. تماما. ندوز المقشر الثالث والاخير اللي هو فيه بيكربونات دو صوديوم. وهذا بيكربونات دو صوديوم غادي ندير عليه واحد المعلقه، ناخذ معلقه ديال بيكربون، معلقه كبيره ديال بيكربونات دو صوديوم، وغادي ناخذ معلقه ديال الملح طعام عادي ومعلقه ديال خل التفاح، ونيلونجي هاد الاشياء كلها راه بحال اللي كيكونوا ايفيرفيسون، يعني كنسمعوا واحد التبلورات داخل هذيك الصوبه ديال البيكربونات دو صوديوم. حتى هو غادي نخليه يرتاح شويه هاد المقشر ديال ما رطبت السيده رجليها وحكاتهم، ندخل في الصوبه واحد الماده اللي هي مهمه جدا في التقشير وفي الترطيب وفي التبييض. الملح كذلك عوض فاش درنا في الاول السكر نقدروا نديروا حتى الملح، حتى هي تدخل في المقشرات. وكذلك قلنا حتى خل التفاح، وهذا خل التفاح هو اللي كيجعل لنا هذيك الصودا والملح كترطب لنا وتيرطبها، والخل التفاح راه منقي ومطهر حتى ديك الفطريات اللي ما تتبانش عندنا من بين الصبعان وفي الجلد، سبحان الله العظيم خل التفاح عنده واحد المزايا مهمه. سيده فاطمه الزهراء، يعني فيما ذكرتي الان الفطريات، لان الفطريات ايضا شامبينيون كيعانيوا الناس منه بطبيعه الحال في الاظافر ديالهم وما كيعرفوش انهم كيفاش طرق العنايه. هذه ممكن اننا نخصوا لها حلقه لان فيها الكثير ما يقال، وفيها يعني العلاج ديالها كيتطلب يعني مراحل على ما اعتقد باش انهم يخفوا من الحده ديال هاد الفطريات اللي كتكون بين الاصابع. واخا نكملوا هاد المرحله الاولى هي
الخير صافي هضرنا عليها لدابا خديجه صافي حنا هضرنا على دقيق الارز والسكر الصودا والملح والتفاح وهضرنا على الليمون الحامض وعصر وزيت الزيتون والليمونه حامضه وشنو قلت معاها يا ربي نسيت شنو قلت معاها وزيت الزيتون نعم زيت الزيتون حتى هو هادو ثلاثه المقشرات وحبيبات السكر هادو عوامل كلها داخله في المقشرات المهمه والطبيعيه ممتاز غادي نمشيو مباشره اشنو كيفاش نصنع في البيت ديالي واحد المرهم او لا واحد لا كريم اللي غادي تكون دائما خاصه غير برجيلاتي ديال الترطيب ديال الترطيب ممتاز. العميق والترطيب الجيد حنا تنعرفوا عاده بعض المرات تنشريو العسل وكيكون فيه واحد الشمع على لا خديجه يكون فيه واحد الشهده هذيك الشهده كنسميوها حنا بشمع النحل تاخذ السيده كميه من شمع النحل واحد غادي نقولوا تقريبا واحد المقدار ديال جوج المعالق ديال شمع النحل دابا راه متوفر في جميع المحلات الحمد لله وغادي تضيف عليه جوج معالق ديال زيت الكوكو وغضيف عليه جوج معالق ديال زيت الكاوكاو الحمد لله الكوكو متوفر في بلادنا زيت الكاوكاو نعم وغتدير عليه معلقه ديال زيت الزيتون معلقه زيت الزيتون نعم وغنضيف عليه معلقه ديال زبده الشيا او كما يسموها زبده الكاريتي اذا طريقه كيفاش غادي ندير لهاد لاكريم هادي باش نصنع افضاري غادي ناخذ واحد حمام مريم وناخذ فيه واحد الكاسرونه وغندير فيه شمع النحل ندير فيه زبده الكاريتي وندير فيه ويلدو كوكو غادي ندير فيه الزويته ديال الكاوكاو وزيت الزيتون وإلا كتوفر السيده عندها كبسوله ديال فيتامين او ما تبخلش عليها ديرها فيها باش علاش باش ترمم لينا ديك البشره اللي هي زعما عانات من داك التشققات ديال القدم منين كنديروا هاد الحمام مريم اكيد كيولوا كلهم زيوتات نعم. وبالتالي كيتجمد وكيولي كريم تمام اذا هادي كريم ديال الترطيب ياك لان السيده فاطمه الزهراء وصلنا للختام وكنتمنى اننا نسرعوا بهذا صافي هذا هو هذا هو الترطيب العميق كاين السيدات اللي كيضيفوا نقطه ديال العكار الفاسي باش هذه الجماليه ديال الرجل داك اللوين زوين الحمامار زويون اين هذا هو السر ديال 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 هذه الوصفه هذه ديال شمع النحل وزيت الكوكو كاريتي وكاكاو وزيت الزيتون نضيف ليه معلقه ديال رويس ديال معلقه ديال العكار الفاسي باش السيده اللي بغاتها لافراسه وتلبس الجوارب ديالها باش يكون الترطيب الا خديجه واكيد غادي تكون نتيجه مرضيه اذا كنشكرك جزيلا السيده فاطمه الزهراء زروره على كل هذه الوصفات الطبيعيه بطبيعه الحال هذا مقشر وهذا الترطيب